بعد الفيديو ده لو شفت حد بيقول لي الميك اب بتاعي بيغير هزعل قوي. الناحيه دي هوريكوا ازاي الميك اب بتاعنا بيغير، والناحيه دي هوريكوا ازاي ما نخليهوش يعمل كده. هنحط اول حاجه المرطب، هنا هنحط الميك اب بتاعنا على طول قبل ما ينشف، وهنا هنسيبه ينشف وبشرتنا تمتص. ونحط البرايمر بعده على طول، ناخد الفاونديشن على طول ونحطه فوق البرايمر قبل ما ينشف. شايفين اصلا قبل اي حاجه بقى عامل ازاي. الجزء ده هاخد كميه قليله من البرايمر وهحطه في الاماكن اللي محتاجاه فيها، بس هسيبه ينشف. بعد كده هجيب اي حاجه فلايت عندي وهحط عليها الفاونديشن، حطيته تحت وهطلعه على فوق. هحط كميه كبيره جدا تحت العين وهعملها بليندنج على طول. الجزء ده هحط نقطه واحده بس وهستنى عليها تنشف كام ثانيه، وبعدين هاخد بيوتي بلندر وهثبت تحت العين من غير ما اشوف في خطوط موجوده في حاجات متكتله. الجزء التاني هاخد بيوتي بلندر وهعمل بلندنج لوشي كله تاني، وهاخد اللوس باودر وقبل ما احطها هشيل الزيادات على ايدي الاول. دلوقتي عايزاكم تشوفوا الفرق بين الجزئين. بصوا هنا تحت العين عامل ازاي وفي خطوط كتيره قوي موجوده، كمان الجزء اللي حوالين المناخير هنا. بجد لو مشيتوا على الستبس اللي موجوده في الجزء ده هتفرق معاكوا قوي ومش هيكون في تغيير او اي حاجه.